إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم معلم لغتي شريف جابر محمد، مدارس الجامعة الأهلية بالخرج في منظومة التعليم عن بعد. واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع مراجعة لاختبار الوحدة الثالثة. نبدأ على بركة الله. اختبار الوحدة الثالثة. من طفولة الإمام مالك، روى الإمام مالك موقفا حدث له في صغره وكان نقطة تحول في حياته ليكون الأول في سباق العلم دائما. يقول: كنت أحب اللعب مع الحمام في صغري، أطعمه وأرعاه وأعطيه الكثير من وقتي، وكان أبي حريصا على أن ينشئ أبناءه على العلم والفضيلة، وكان لي أخ أكبر مني، وذات يوم سألنا والدنا سؤالا فأجاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم؟ كانت عبارة والدي هذه ذات تأثير عظيم في نفسي، إذ انزعجت أن كان الحمام واللعب سببا في تفوق أخي علي، فأسرعت إلى أستاذي ابن هرمز وانقطعت إليه 7 سنوات متتاليات أتلقى العلم عنه بنهم شديد، ولم أخلطه بغيره أبدا خلال تلك السنوات حتى تشبعت بعلمه، ولأن أستاذي كان عالما معروفا يأتيه الناس من كل مكان يأخذون عنه، فقد دبرت حيلة مكنتني من الانفراد بأستاذي دون إزعاج أو مقاطعة من أحد. أتدرون ما تلك الحيلة؟ لاحظت أن هناك أولادا يلعبون بالقرب من منزل أستاذي، فقلت لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له: الشيخ مشغول في تدريس أحد الطلاب. وهكذا استطاع مالك أن يستأثر بساعات إضافية من أستاذه، وصار متميزا وحيدا عند أستاذه بذكائه وتفوقه، حتى أن أستاذه ابن هرمز كان جالسا مرة فسمع طرقات على الباب، فسأل جاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكا، فرجعت وقالت له: ما ثم إلا ذلك الأشقر. فقال لها: دعيه، فذاك عالم الناس. وكان مالك لشدة حرصه على العلم وحبه للتعلم ورغبته الشديدة في تلقي المزيد منه والتميز فيه، قد اتخذ وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه ابن هرمز يتقي بها برد الحجر هناك، إلى أن يفتح له أستاذه الباب إذا جاء وقت العلم، لأنه كان يأتي في الصباح الباكر ليكون الأول دائما. حرص مالك منذ صباه على حفظ ما يكتب كل يوم، وكان له أسلوب لطيف في مراجعة دروسه، فبعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه ثم يتبع ظلال الأشجار
يراجع ما كتب، ولقد رأته أخته يوما وهو يقفز تابعا للظلال، فأسرعت تخبر أباها بما يفعل أخوها مستغربة، فقال لها متبسما: يا بنية، إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبح مالك عالما كبيرا، وهو ما زال في ذروة شبابه، الأمر الذي أهله لاتخاذ مجلس في المسجد النبوي، ولم يكن له أن يجلس هذا المجلس إلا بعد أن شهد له 70 من كبار العلماء، وما برح يرتفع ذكره حتى سماه الناس بعالم المدينة أو إمام دار الهجرة، وصار الناس يأتون إليه من كل بقاع الأرض المسلمة ليأخذوا عنه العلم. رحم الله مالكا، فقد كانت طفولته وبيئته أحد أسباب تميزه. بارك الله فيكم يا أبطال. والآن بعدما قرأنا وفهمنا هذا النص، نجيب سويا عن الأسئلة الآتية. أولا، أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية. أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم، معنى الكلمة التي تحتها خط. ألهتك معناها يا أبطال نازعتك، شغلتك، أخرجتك، أثقلتك. فكر قليلا يا بطل. أحسنت، ممتاز. معنى كلمة ألهتك يعني شغلتك، شغلتك الحمائم عن طلب العلم. أتلقى العلم بنهم شديد، معنى النهم. الصمت، الحفظ، القبول، الرغبة، معنى كلمة النهم يا أبطال. بارك الله فيكم. الرغبة، أتلقى العلم برغبة شديدة أو بنهم شديد. حتى تشبعت بعلمه ضد تشبعت، والضد يا أبطال كما فهمنا وعرفنا سابقا هو العكس، نأتي بعكس الكلمة. ضد تشبعت أو عكس تشبعت. خلوت، امتلأت، تركت، أخذت. بارك الله فيكم. ضد أو عكس تشبعت، خلوت. العالم والتدريس، العلاقة المشابهة للعلاقة بين المفردتين السابقتين. هناك يا أبطال علاقة مشابهة بين هاتين الكلمتين. العالم يقوم يا أبطال بالتدريس. هل الشجرة تقوم بالغصن؟ هل البحر يقوم بالبر؟ هل الطالب يقوم بالكتاب؟ هل الطبيب يقوم بالجراحة؟ فكر قليلا يا بطل. ممتاز، أحسنت وبارك الله فيك. الطبيب يقوم بالجراحة، أحسنتم يا أبطال. الكلمة المختلفة من بين الكلمات الآتية هي: الحفظ، السيطرة، الكتابة، المراجعة. ما هي الكلمة المختلفة يا أبطال؟ بارك الله فيكم. السيطرة، لماذا؟ لأن الكلمات الحفظ والكتابة والمراجعة كلها تدور في إطار واحد، وهي العلم والمعرفة والحفظ والمراجعة. الموقف الذي كان نقطة تحول في حياة مالك، ما هو الموقف يا أبطال الذي كان نقطة تحول في حياة مالك؟ حبه للعب مع الحمام ورعايته،
حرص والده على تعليم أبنائه خطأه في إجابة سؤال أبيه، قول والده ألهتك الحمائم عن العلم. فكر قليلا يا بطل واختر الإجابة الصحيحة. بارك الله فيكم، قول والده ألهتك الحمائم عن العلم. الحيلة التي استخدمها مالك كي يفوز بوقت أطول مع أستاذه، اتخاذه وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه، ذهابه من الصباح الباكر ليكون الأول دائما، مراجعته المستمرة لدروسه وحفظه لها، وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ. فكر يا بطل قليلا. الحيلة التي استخدمها مالك كي يفوز بوقت أطول مع أستاذه، أحسنتم، وصيته للأولاد بالاعتذار بانشغال الشيخ. بارك الله فيكم يا أبطال. نذهب إلى السؤال التالي. كان غرض مالك من تتبع ظلال الأشجار الاستراحة بعد عناء العلم، الابتعاد عن حرارة الشمس، الجلوس مع أخته وأبيه، حفظ دروسه ومراجعتها. أحسنتم، كان مالك يتتبع ظلال الأشجار يا أبطال ليحفظ دروسه ويراجعها، حفظ دروسه ومراجعتها. أحسنتم وبارك الله فيكم. أذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم حث فيه على طلب العلم. ممتازون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم يا أبطال. أعدد أبرز ألقاب الإمام مالك. بماذا لقب الإمام مالك يا أبطال؟ أحسنتم، عالم المدينة أو إمام دار الهجرة. أحسنتم وبارك الله فيكم يا أبطال. التفكير الناقد، برأيك كيف يمكن أن تكون المواقف نقطة تحول في حياة الإنسان؟ وهل التحول دائما إيجابي؟ أوضح ذلك بمثال. نعم، يمكن أن تكون المواقف نقطة تحول في حياة الإنسان، ويمكن أن يكون التحول إيجابياً مثل موقف ابن مالك. أحسنتم وبارك الله فيكم يا أبطال. ثانياً، أقرأ النص الآتي ثم استخرج منه اسمين مقصورين واسمين منقوصين واسمين ممدودين وأكتبهما في المكان المخصص. نبدأ يا أبطال في قراءة النص. مناجاة وطن. وطن الحبيبة الغالية، أنت مصدر فخري، فمكانك السامي في نفسي يمنحني العزة والإباء. ذكرى ملاعب طفولتي في الربا الجميلة والقرى الهادئة تبعث في نفسي السعادة والهناء. عشت في رحابك بالأمس مطمئناً، فكيف لا أبذل جهدي اليوم في رفعة شأنك؟ من خلال قراءتنا يا أبطال لهذا النص نستخرج سوياً اسمين مقصورين واسمين منقوصين واسمين ممدودين. والاسم المقصور يا أبطال كما عرفنا سابقا اسم ينتهي بألف مقصورة في صورة الياء من غير نقط أو قائمة،
والاسم المنقوص يا أبطال اسم ينتهي بياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. والاسم الممدود كما عرفنا يا أبطال اسم ينتهي بهمزة يسبقها ألف. هيا يا أبطال نبحث عن الاسم المقصور. أحسنتم وبارك الله فيكم. الاسم المقصور ذكرى والقرى. الاسمان المنقوصان، فكر قليلا وطالع وانظر جيدا يا بطل. أحسنتم، الغالي والسامي اسم ينتهي بياء مكسور ما قبلها. الاسمان الممدودان، انظر جيدا يا بطل للنص واستخرج اسمين ممدودين. أحسنتم، الإباء والهناء اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف. بارك الله فيكم يا أبطال. أستخدم أسلوب الترجي بلعل كتابيا للتعبير عن الآتي. وكما عرفنا يا أبطال لعل من أدوات أسلوب الترجي، ويأتي الاسم بعدها منصوبا. ألف، انهماري الأمطار على المزروعات. نستخدم يا أبطال لعل ونغير ما يلزم. أحسنتم، لعل الأمطار تنهمر على المزروعات. كما نلاحظ يا أبطال الأمطار هنا منصوبة لأنها جاءت بعد العلة، وهي في المثال الأصلي كما تعرفون وكما ترون فهي مجرورة، لكن نصبناها لأنها تأتي بعد العلة. لعل الأمطار تنهمر على المزروعات. أحسنتم وبارك الله فيكم. باء، التزام السائقين بنظام السير وآدابه. أحسنتم، لعل السائقين يلتزمون بنظام السير وآدابه. هنا يا أبطال السائقين منصوبة لأنها جمع مذكر سالم، وجمع المذكر ينصب بالياء. بارك الله فيكم. السؤال التالي، أتمنى تحقيق الرغبات الآتية مستخدما كلمة ليت. وليت يا أبطال كما عرفنا هي من أدوات، أحسنتم، من أسلوب التمني، ويأتي الاسم بعدها منصوبا مثل العلة. ألف، حرص الجميع على احترام العادات والقيم في وطني. نستخدم يا أبطال ليت ونغير ما يلزم. أحسنت، تقول يا بطل ليت الجميع يحرصون على احترام العادات والقيم في وطني. بارك الله فيك. ونلاحظ كلمة الجميع وهي منصوبة لأنها جاءت بعد ليت. باء، سلامة الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية. هيا يا أبطال. أحسنتم، ليت الأطفال يسلمون من الإصابة بالأمراض المعدية. كما ترون الأطفال منصوبة لأنها جاءت بعد ليت. والأطفال هنا يا أبطال جمع إيه؟ أحسنتم، جمع تكسير. بارك الله فيكم. السؤال التالي، أعيد صياغة العبارات الآتية باستخدام أسلوب الاستثناء. وكما عرفنا يا أبطال أدوات الاستثناء هي إلا وغير وسوى، والمستثنى يأتي بعد إلا منصوبا، ويأتي بعد غير أو سوى مضافا إليه مجرور. نقرأ الجملة الأولى، عمل المهندسين خرائط الأبنية وبقاء خريطة واحدة. نعود صياغة هذه الجملة يا أبطال باستخدام أسلوب الاستثناء. بارك الله فيكم، عمل المهندسون خرائط الأبنية إلا خريطة واحدة. لماذا خريطة وليس خريطة أو خريطة؟
أحسنتم، كما قلنا لأن المستثنى يأتي بعد إلا منصوبا، وخريطة هنا مفرد وعلامة نصب المفرد الفتحة. أحسنتم يا أبطال. رقم باء، انصراف الأطباء إلى منازلهم وبقاء الطبيب المناوب. ممتاز، انصرف الأطباء إلى منازلهم إلا طبيبا مناوبا. طبيبا هنا منصوبة لأنها جاءت بعد إلا، أحسنتم، ولأنها مفرد تنصب بالفتحة. بارك الله فيكم يا أبطال، أحسنتم ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.